مشاهدينا الكرام، نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تدفع بكم إلى التقرب من أحبائكم، ويصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من ظهيرة السبت يتراكم العمل لديكم، لكنكم قادرون على إنجاز حصة الأسد منهم. لا تحملوا صحتكم. الثور تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية. من ظهيرة السبت تشعرون بقوة الحظ عاطفيا وماليا. بيسعكم شراء ورقة يا نصيب. الجوزاء تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. من ظهيرة السبت تنجحون في إدخال تعديل على مسكنكم، ويكون لديكم تعامل بعقار ما. السرطان تتاح الفرصة لمكسب مالي لمكسب مالي. من ظهيرة السبت تنشطون في السفر والاتصالات، ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. الأسد تستعيدون نشاطكم المفقود تدريجيا، وتنجحون في الدفع بمصالحكم وتدعيم مركزكم الاجتماعي. من ظهيرة السبت تحصلون على مبلغ من المال يدخل تحسينا على ميزانيتكم. الأدران انتبهوا أكثر إلى غذائكم وراحتكم، واضبطوا أعصابكم أثناء تصريف أموركم. من ظهيرة السبت تبدأون فترة إيجابية، وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور. الميزان تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم، منكم أن يشارك في الحفل أو مناسبة سعيدة. من ظهيرة السبت تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى راحة. العقرب الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تغيير على عمله. من ظهيرة السبت تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء. القوس تنجحون في الدراسة والسفر والاتصالات. من ظهيرة السبت تدفعون بمصالحكم الاجتماعية قدما. الجدي الفرصة متاحة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض. من ظهيرة السبت يصلكم خبر سار من بعيد، وتنجحون في مجال الاتصالات. الدلو ينصب تفكيركم حول تعزيز شراكتكم. من ظهيرة السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض. صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. أخيرا الحوت يتركز اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالزملاء. الفترة جيدة لمن يبحث عن عمل. من ظهيرة السبت تنجحون في تعزيز شراكتكم. الفترة مناسبة لإتمام خطبة أو عقد قران.